دعية الوالد للسادة الصوفية الحزب السابع عشر من أوراد رضي الله عنه تعالى. هذه الصلاة المباركة واسماء جوهرة الأسرار. قال السيد أحمد عز الدين الصياد قدس سره، مجربة معروفة بين أهل الكمال من السادات الرفاعية والمداومة عليه من أحسن الوسائل لنيل المعالي ومعاني الأسرار الخفية. جاء بالحضرة النبوية، وقد ذكر العلامة الشعراني في بعض كتبه وذكر أن قراءتها مرة واحدة تعدل قراءة دلال الخيرات سيد الجزولي، وهي هذه: اللهم صل محمد وعلى صحبه وسلم. يقول الله بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عند قبر الوالد سيد ساشم السيد احمد الرفاعي الوزير والنائب شيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه هو كراسته في 413-1992، يعني قبل 25 سنه 35 سنه يعني لا قبل يعني 32 سنة. يقول اللهم صلي وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة وجودك وكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وارسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، مركز الباء الدائرة الأولية سر أسرار الألف القطبانية الذي رتقت فتقت به رتق الوجود وخصصته بأشرف مقامات مواب الامتنان والمقام المحمود، وقسمت بحياتي في كتابك المشهود لأهل الكشف والشهود، فهو سرك القديم الساري وماء الجوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، قلب القلوب وروح الأرواح وعلام الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط روح وروح جسد الكونين، برزخ البحرين وثاني اثنين، فخر الكونين أبو القاسم أبو الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. هذا موقع.